تنضم إلينا من الأراضي الفلسطينية مراسلة التلفزيون الأردني نوال حجازي. نوال، ما هي آخر التطورات في الضفة الغربية إليك؟ نعم، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الليلة الماضية مدينة جنين وأطراف مخيمها بمساندة عددا من آليات العسكرية، حيث اقتحمت المدينة من كافة مداخلها خاصة المدخل الغربي من المخيم، وشرعت جرافات بعملية تدمير للبنية التحتية، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في عدة أحياء، إلى جانب نشر القناصة على أسطح البنايات، كما دمرت جرافات الاحتلال عدد من المركبات وبسطات الخضار والفواكه في عدة شوارع من المدينة، وانسحبت القوات بعد تدمير البنية التحتية في شوارع المدينة ومحيط المخيم في عملية عسكرية استمرت لساعات. أيضا اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مدينة نابلس وحاصرت البلدة القديمة، حيث اقتحمت سوق الحدادية وحاصرت أحد المنازل، كما اقتحمت أعداد كبيرة من الجبات العسكرية والآليات المدينة من عدة محاور وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، تزامنا مع اقتحام واسع لمناطق مختلفة من مدينة نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة أسفرت عن 13 إصابة برصاص الاحتلال الحي والمطاطي والاختناق، وأيضا نتيجة اعتداء الاحتلال على عدد من المواطنين بالضرب المبرح. أيضا اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، وأيضا اعتقلت 4 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة. وخلال حملة الاعتقالات في محافظات الضفة الغربية شرعت القوات لمداهمة عشرات المنازل وتدميرها وتقسيمها والاعتداء على ساكنيها. أيضا اقتحمت مدينة سول كرم واعتقلت شابا، إلى ذلك اقتحمت عدة بلدات من محافظة الخليل، منها بلدة دورة ومخيم الفوار وبلدة بيت أمر. أما في القدس هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلا في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، وأيضا شرعت سلطة الطبيعة الإسرائيلية في تجريف أراضي في حي وادي الرتابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. نعم، شكرا لك نوال حجازي مراسلة التلفزيون الأردني من الأراضي الفلسطينية المحتلة، شكرا لك.